حياكم بزبدة، معاكم خالد، واليوم راح نشوف ماوس من ماركة بنكيو. بنكيو مشهورة تسوي شاشات جيمينج، هي الأولى بالعالم حق شاشات الجيمينج. فالماوس اللي قاعد نشوفه اليوم هو ماوس اسمه EC2A من زوي من بنكيو. فالعلبة سودة نفس ما تشوفون، ما يبين أي شيء عن المنتج، فلازم أسوي له أنبوكسنج. الماوس هذا جديد، مو مبطلة من قبل. أول شيء راح نشوف إن العلبة سهلة جدا، علبة فاضية، لزاق صغير هني. شكله بسيط جدا، والصراحة يذكرني بالماوسات اللي كنا نستخدمها أيام التسعينات حق اليمناوي. الدقم عادية، أشوفها حيل مسكة الماوس عادية، الماوس أشوفه عادي، ما في أي حركة، ما في ديزاين. الماوس أسود، في لوجو هني، ما في حتى يعني LED باللوجو نفس اللي نشوفه في الريزر. من تحت الماوس عادي، وفي دقمة تغير فيها الـ DPI. صراحة ما ليش حاطينه تحت، لأنه أكثر الجيمينج يمكن تبي تغير الـ DPI أثناء اللعب، خاصة في الفيرست بيرسون شوتر. بعد ما تستعمله فترة هذيل القطعتين يمكن ينشلعون عندك، فحاطين لك سبير. حركة حلوة وأول مرة أشوفها صراحة. جيمينج ماوسز قام يسوون ثريدد وايرز، لكن أشوف هذا الواير عادي ويو اس بي، ما في أي يعني ميزة في الواير. السبب اللي اخترت هذا الماوس إنه قاعد أشوف الحين أونلاين بالإنترنت يقول لك هذا من أحسن الماوسات اللي نازلين هالسنة هذه حق الجيمينج. بما إنه ما في ديزاين مختلف أو يعني حركات، مسكته وايد سهلة، وأشوف إنه حق إيدي، إيدي صغيرة، أشوف إنه مسكته مريحة جدا حق إيدي. Back to the basics، شنو إحنا نحتاجه؟ راحة الإيد، وأشوف راحة الإيد في يعني 100%. شكرا لكم لمتابعة الحلقة هذه. إذا حبيتوا الفيديو هذا سووا لايك، مهم جدا. إذا تبي تشوفون حلقات إضافية من برنامج زبدة سووا سبسكرايب، هذا الشيء ساعدنا وايد. فحياكم بالزبدة.